اهلا بحضراتكم. نبتدي كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في قمه بريكس بلس بمدينه كازان الروسيه شدد على ضروره تعظيم الاستفاده من بنوك التنميه متعدده الاطراف عشان تكون اكثر قدره على توفير التمويل الميسر للدول الناميه، وده هيساعدها على مواجهه التحديات الاقتصاديه المتزايدة. ده حقيقي. كمان الرئيس تطرق إلى الأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط، أشار إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر تقريبا من عام، محذرا من استمرار هذا التصعيد وما قد يؤدي إليه من كارثة إنسانية. دعا فخامة الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف هذا التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. خلونا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول والحكومات الحضور الكريم، وأعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوتي الاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع دول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. السيدات والسادة، يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يمج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد الدولي وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. أصحاب الجلالة والفخامة، تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية. أولاً، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانياً، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثاً، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف
والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.